مدينة مانشستر إلى صاحب السمو سلطان زنجبار. نحن اللورد عمدة مدينة مانشستر وعضو بلديتها ومواطنيها، نقدم لكم تحياتنا الطيبة ونرحب بسموكم في هذه المدينة. أقترح أن نبدأ حلقة اليوم من هذا المكان، بل من هذه اللوحة التي تعرض في متحف أرض اللبان بمحافظة ظفار في موقع البليد الأثري. اللوحة هي وصول السفينة السلطانة إلى لندن، وسيكون موضوعنا قريب جدا من هذا الموضوع. لوحة أنيقة كما ترون، سأقرأ شرح هذه اللوحة حتى تصل الصورة كاملة. تقول: في عام 1842 وصلت السفينة السلطانة إلى لندن حاملة السفير الشيخ علي بن ناصر ممثلا للسلطان سعيد بن سلطان، ومعه رسالة من السلطان سعيد بن سلطان إلى الملكة فيكتوريا، ومجموعة من الهدايا عبارة عن عقود من اللؤلؤ والزمرد وقطع من الشال وعطور ماء الورد وخمسة من الخيول العربية. وقد أقيمت مراسم الاستقبال للسفير بحضور الملكة فيكتوريا يوم 29 من يونيو عام 1842 في حصن وينسور. هذه العلاقة التي أرساها السيد سعيد بن سلطان، سلطان عمان وزنجبار آنذاك، سلطان للإمبراطورية العمانية، أرسى لعلاقات تجذرت عاما بعد عام وحقبة بعد أخرى بين عمان وبريطانيا في ذلك الوقت، وأيضا بعدما انقسمت الإمبراطورية العمانية إلى سلطنتين، سلطنة عمان وسلطنة زنجبار، أيضا ظلت هذه العلاقات حتى الآن. ربما لم ندخل في موضوع اليوم، موضوع اليوم هو رسالة أيضا كما اعتدنا في برنامجنا، نستعرض بعض الرسائل. هذه الرسالة هذه المرة فارق الوقت أو الزمن بين هذا الحدث وحدث هذه الرسالة حوالي 80 عاما. هذه الرسالة أو هذه الصورة في عهد السيد سعيد بن سلطان، هذه الرسالة في عهد أحفاده، تحديدا في عهد السلطان خليفة بن حارب سلطان زنجبار الذي تعددت زياراته لبريطانيا. ضمن زيارته لبريطانيا توجه تحديدا إلى مدينة مانشستر. هذه المدينة رحبت عاليا بالسلطان خليفة بن حارب. إن وجود حاكم مثقف جدا كسموكم لشرف لهذه المدينة، ونحن نعترف بذلك. إننا نقدر قرار سموكم الحكيم بإجراء جولة للتعرف على الصناعات الرئيسية في بريطانيا العظمى، وسنسعد كثيرا بفرصة التوضيح لسموكم بعض العمليات التي تتضمنها صناعة المنتجات القطنية، وإطلاعكم على الإجراءات التنظيمية والتشغيلية لميناء كبير داخل المدينة. نحن نعلم جيدا أهمية زنجبار للتجارة العالمية، ونقدر عاليا الاهتمام البالغ الذي يوليه سموكم من أجل تعزيزها، وكذلك نحتفظ بذاكرة قوية وطيبة تتعلق بولاء سموكم للقضية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى، ونبتهج أن جلالة الملك المعظم كان سعيدا أن يمنح سموكم لقبا عاليا، وسام فارس الإمبراطورية البريطانية. إننا على ثقة أن سموكم سترفلون بسنوات عدة من الهناء
وأنتم تتمتعون بالازدهار والرضا نتيجة إدارتكم الحكيمة والمتطورة. صدرت بالختم الرسمي لنقابة مدينة مانشستر في 14 من شهر يونيو حزيران عام 1921. اللورد العمدة كاتب المدينة. الرسالة موجهة إلى السلطان خليفة بن حارب. من هو السلطان خليفة بن حارب؟ بإيجاز، هو السلطان خليفة بن حارب بن ثويني البوسعيدي، سلطان زنجبار الذي حكم بين عامي 1911 إلى 1960. هي أطول فترة حكم لسلاطين البوسعيد في زنجبار، هذه أطول فترة 49 عام. اختير السلطان خليفة بعد تنازل السلطان علي بن حمود عن منصبه، وتم تنصيب السلطان خليفة في بيت العجائب. شهد عهد السلطان خليفة بن حارب العديد من الأحداث وقيام الكثير من المشروعات مثل المدارس والمستشفيات والطرق، هذا الكلام كله في زنجبار. وشهد عهده أيضا بعض التغييرات في سلطنة زنجبار المحمية البريطانية آنذاك. كذلك هناك توسع في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في عهد هذا السلطان، ونمو أيضا في المشاركة السياسية، وقيام أول حزب في زنجبار، أول حزب سياسي اللي هو حزب زنجبار الوطني. قام السلطان خليفة بن حارب بالعديد من الزيارات الداخلية والخارجية، نقصد بالداخلية في داخل مملكته أو سلطنته زنجبار ودول الجوار في شرق أفريقيا، كما قام بزيارات خارجية منها العديد من الزيارات إلى بريطانيا
وهي موضوع هذه الرسالة، وذهب إلى مانشستر ورحبت به هذه المدينة. لماذا ذهب إلى مانشستر تحديدا، أو لماذا نذكر هنا مانشستر؟ هذه مدينة معروف عنها أنها مدينة صناعية، وبدأت منها الثورة الصناعية الأوروبية، بدأت من مانشستر. لذلك عندما يزورها شخص أو شخصية كهذه، فمؤكد أن وراءها، ما وراءها بعد ذلك ربما من اتفاقيات، من صور للتعاون وهكذا. عموما المدينة رحبت بالسلطان خليفة بهذه الرسالة التي تقول: إلى صاحب السمو سلطان زنجبار، نحن اللورد عمدة مدينة مانشستر وعضو بلديتها ومواطنوها، نقدم لكم تحياتنا الطيبة ونرحب بسموكم في هذه المدينة. إن وجود حاكم مثقف جدا كسموكم لا شرف لهذه المدينة، ونحن نعترف بذلك. أواصل الرسالة تقول: إننا نقدر قرار سموكم الحكيم بإجراء جولة للتعرف على الصناعات الرئيسية في بريطانيا العظمى، وسنسعد كثيرا بفرصة التوضيح لسموكم بعض العمليات التي تتضمنها صناعة المنتجات القطنية، وإطلاعكم على الإجراءات التنظيمية والتشغيلية لميناء كبير داخل المدينة. تقول الرسالة أيضا: نحن نعلم جيدا أهمية زنجبار للتجارة العالمية، ونقدر عاليا الاهتمام البالغ الذي يوليه سموكم من أجل تعزيزها، وكذلك نحتفظ بذاكرة قوية وطيبة تتعلق بولاء سموكم للقضية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى، ونبتهج أن جلالة الملك المعظم كان سعيدا أن يمنح سموكم لقبا عاليا، وسام فارس الإمبراطورية البريطانية. هذا الوسام عموما حصل عليه تقريبا 3 من العمانيين في شرق إفريقيا، وسام فارس، ويحصل من يحصل على هذا اللقب أيضا يكون له لقب السير، وتلقائيا يكون لزوجته لقب الليدي وهكذا. عموما هو وسام لا يعطى أي أحد، قلة من يحصل عليه وهم في هذا المقام، في مقام الرؤساء، وحصل عليه بعض العمانيين الذين لم يكونوا بدرجة رئيس دولة أو سلطان، أمثال الشيخ مبارك الهنائي، أمثال المغيري صاحب جهينة الأخبار، هؤلاء حصلوا على هذا الوسام من بريطانيا. في نهاية الرسالة تقول: إننا على ثقة أن سموكم سترفلون بسنوات عدة من الهناء، وأنتم تتمتعون بالازدهار والرضا نتيجة إدارتكم الحكيمة والمتطورة. صدرت الرسالة بالختم الرسمي لنقابة مدينة مانشستر في 14 من شهر يونيو حزيران عام 1921، اللورد العمدة. هذه رسالة نموذج للعلاقات بين سلاطين زنجبار وسلاطين عمان عموما ببريطانيا، هذه البلد الصديق لعمان طوال هذه الحقب. طبعا السلطان خليفة بن حارب له العديد من الرحلات، سواء في الأقاليم القريبة من زنجبار أو إلى بريطانيا أو أوروبا بشكل عام. على العموم السلطان خليفة بن حارب منذ طفولته خاض كثير من الرحلات، وبعضها كان لها تأثير كبير على مجرى حياته هو كسلطان. كانت أولى تلك الرحلات هي الرحلة التي قام بها في عام 1893 من مسقط إلى زنجبار، بعد أن استدعاه عمه السلطان حمد بن ثويني الذي كان يحكم زنجبار في تلك الفترة، واستمر حكمه إلى عام 1896. هذه الرحلة طبعا أتاحت للسلطان خليفة بن حارب أن يعيش في زنجبار، وأن يكون قريبا من السلطة الحاكمة في زنجبار،
بل أن السلطان خليفة بن حارث في وقت لاحق من شبابه تزوج من السيدة معتوقة بنت حمود بن محمد البوسعيدي حاكم زنجبار في الفترة من عام 1896 إلى عام 1902. الرحلة الثانية التي غيرت كيان السلطان خليفة بن حارب وغيرت مجرى حياته بالتحديد هي الرحلة التي قام بها برفقة السلطان علي بن حمود الذي كان يحكم زنجبار في الفترة من عام 1902 إلى عام 1911. هذه الرحلة كانت بدعوة من بريطانيا للمشاركة في حفل تتويج الملك جورج الخامس ملك بريطانيا. في أثناء هذه الرحلة حدثت أحداث مهمة في تاريخ زنجبار، تمثلت في أن السلطان علي بن حمود وعندما وصلت السفينة إلى شواطئ أسبانيا قرر اعتزال العمل السياسي في زنجبار بشكل نهائي وعدم المشاركة في حفل تتويج الملك جورج الخامس. في هذه اللحظة قرر السلطان خليفة بن حارب أن يواصل هذه الرحلة إلى بريطانيا والمشاركة في حفل التتويج. بعد عودته من هذه الرحلة، كان ذلك في شهر يونيو من عام 1911، كانت زنجبار بدون سلطان، حيث أن السلطان علي بن حمود من أسبانيا انتقل إلى فرنسا واتخذها منفى اختياري له وظل بها إلى أن توفاه الله في عام 1918. السلطان خليفة بن حارب في تلك الفترة وبالتحديد في شهر ديسمبر يوم 17 تم تعيينه سلطانا على زنجبار، واستمر حكمه من إلى عام 1960. خلالها قام بالعديد من الرحلات، سواء رحلات إقليمية في المناطق التي كانت تتبع سلطان زنجبار في البر الإفريقي، أو رحلات إلى أوروبا. من بين الرحلات هي الرحلة التي قام بها في عام 1921، وهي من الرحلات الخاصة، وزار خلالها العديد من المناطق في بريطانيا، بما فيها المناطق الصناعية في مانشستر، واطلع فيها على الصناعات والتقدم التكنولوجي الذي كانت تشهده بريطانيا في تلك الفترة. الرسالة الأخرى التي نتناولها في هذا السياق، في سياق العلاقات التاريخية، هي أقرب إلى بطاقة أكثر منها رسالة، ولكن هذه البطاقة توضح موضوع هو عبارة عن هدية. بعد وفاة السيد سعيد بن سلطان عام 1856، حكم زنجبار السيد ماجد بن سعيد بن سلطان، وحكم عمان السيد ثويني بن سعيد بن سلطان. هذا مدخل للرسالة التي سنتناولها، ونعرف سريعا بالسلطان ماجد بن سعيد بن سلطان. حكم بين عامي 1856 إلى 1870 بعد وفاة والده. كان السلطان ماجد مرغوبا من العائلة، وبدوره هو كان كثير الرأفة بالرعية وبأهله، وكان مقتصدا حتى في إنفاقه الخاص. نتج عن الصراع بينه وبين أخيه ثويني سلطان عمان تقسيم إمبراطورية السيد سعيد بن سلطان إلى قسمين، عمان وزنجبار، فيما عرف بتقسيم أو تحكيم كانينغ عام 1860. ظل السلطان ماجد على متابعة لشؤون الحكم في عمان، ودعم أخاه السلطان تركي الذي جاء بعد السلطان ثويني، واتخذ إجراءات عنيفة ضد تجارة الرقيق. هذه من إنجازات السلطان ماجد. واستطاع أثناء حكمه تدعيم سلطنة زنجبار على كثير من المناطق الساحلية. اهتم كذلك بدعم اقتصاد زنجبار، وهو بالمناسبة الذي سمى دار السلام العاصمة التنزانية اليوم بهذا الاسم، هكذا تقول المصادر، وتقول إنه كان ينوي أن يتخذها عاصمة بدلا عن زنجبار. عموما السلطان ماجد أيضا دعم علاقات زنجبار بألمانيا، وأنشأ جيشا نظاميا، وبنى ديوانا للحكم،
ووقف ضد أطماع الدول الأوروبية محافظا على استقلال زنجبار. توفي السلطان ماجد في زنجبار ودفن في مقبرة العائلة، وخلفه أخوه السلطان برغش. هذه سطور سريعة عن السلطان ماجد، ولكن الرسالة السلطان ماجد بشخصه ليس موجودا فيها، وإنما بعض من أثره. استوقفتني فترة السلطان خليفة بن حارب التي قاربت 50 سنة وكانت مزدحمة بالأحداث، ودفعتني للبحث عن هذه الفترة، ومن خلالها استطعت أن أقوم بإعداد كتاب حمل عنوان زنجبار في عهد السلطان خليفة بن حارب البوسعيدي بالفترة من عام 1911 إلى عام 1960. تضمن الكتاب عدة فصول، الفصل الأول كان فصل تمهيدي، تناول هذا الفصل الصراع على استعمار منطقة زنجبار من قبل بريطانيا أولا، ومن ثم دخول شريك آخر في هذا الاستعمار وهي ألمانيا، والتنافس الذي حصل ما بين بريطانيا وألمانيا خصوصا بعد مؤتمر برلين الذي عقد في نوفمبر من عام 1884، وكيف أن استطاعت هذه الدولتين الاستعماريتين أن تقسم ممتلكات زنجبار بينهم، وتقلص حجم سلطنة زنجبار إلى بضع جزر وساحل أو شريط منباسة. كذلك تضمن الفصل الثاني حول الظروف التي أدت إلى تولي السلطان خليفة بن حارب، وظروف اعتزال أيضا السلطان علي بن حمود في تلك الفترة، كما تضمن الفصل الآخر أيضا أو الفصل الثالث من الدراسة عن الشعور الوطني الذي بدأ يبرز في زنجبار ودوافع هذا الشعور، وكيف أن العرب استطاعوا أن يكونوا لحمة واحدة ضد الاستعمار البريطاني، وقاموا بالتكتل وتشكيل الجمعيات من بينها الجمعية العربية التي تشكلت في عام 1922، بالإضافة إلى دورهم الصحفي الذي كان يتناول قضايا الوطنية وقضايا الاستقلال. وتناول أيضا الفصل الأخير الصراعات الحزبية التي دارت في زنجبار، خاصة الصراع الذي دار بين الحزب الوطني والحزب الأفرو شيرازي فيما بعد، والانتخابات التي ترتبت على ظهور مثل هذه الأحزاب في الفترات الأخيرة من حكم السلطان خليفة بن حارب. Thank you.
هذه الرسالة التي نتحدث عنها وكما ذكرنا هي موجهة إلى القنصل البريطاني مؤرخة ب 23 ذي الحجة 1285 للهجرة. هذا التاريخ يوافق تاريخ 7 أبريل عام 1869، يعني مضى على هذه الرسالة ما يقارب 145 أو 146 عام، ونحن نسجل هذا البرنامج في 2016. كانت المسألة كلها عبارة عن هدية كما ذكرنا. نقرأ نص الرسالة لأنها أصبحت هذه الرسالة ضمن الوثائق التاريخية التي يمكن أن يقرأ منها الباحثون الكثير. تبدأ: بسم الله. إلى حضرة جناب عالي الجناب والشأن محب العزيز هنري جرجل المحترم، أدام الله معاليه وكبت بالذل معاديه، آمين. سعادة مولانا السيد ماجد، أهدى لك هذا خاتم الألماس الواصل إليك، ويذكر لك أنه كان ملبوس والده المرحوم السيد سعيد بن سلطان، وثم جعله ملبوسه، فلما حبته فيك وعزازتك في قلبه أهدى لك لأجل التذكرة ملبوس والده المرحوم، فيأمل ويرجو من سعادة دولة الإنجليز الفخيمة ألا يأخذ المذكورة منك، بل يجعلوه معك للتذكرة إن لبسته. هذا، وأسأل الله لك الصحة والعافية. مخلصك سليمان بن علي، ناظر عموم أشغال السيد ماجد بن سعيد. إذن هذه الرسالة وهذا الخاتم الذي أعتقد شخصيا أنه قد يبدو أحيانا في صور السلطان ماجد وهو يلبسه، ربما أقول، ولا نعرف أين وصل هذا الخاتم اليوم. ربما هو من أغلى المقتنيات لدى أحدهم في مكان من العالم. هذا ما يهتم به جامع التراث وجامع التحف الفنية النادرة. هذا عرض، ربما شخص ما يتتبع أين يوجد هذا الخاتم. إلى اللقاء.